بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء الله كل خير أخونا مصطفى على كلام الطيب هذا. سؤال يرضى دوني أمارك مصطفى هويدية. مصطفى هورتا رنتي واحد وقت الطريق إلى الهدف، حضرتنا الطريق إلى الهدف سير أقاري أمارك مركا تجاربك دعي أيد نوصو شيكتي ديمقراطية دي ودي دي انقلاب جوا دي دي جهاد كينا واحد كحرتي قاعدة صلبة هي شروط عيد كحرتي مركا ما انتنا جهاد وكتشرا روكي روكي انكني جهاد ما انت وكتشرا جزاها الله العلماء ما ركتي معسكرات بالا قفري مجاهدين تنا دور دقال بيقالين إلهي سبحانه وتعالى قول بكسي حدنا وحق دياريهين شبهدها يا مريكنكا يونايتد نيشنكا اني ضد علامات او علماتو فتوى بحيين انو جهادكو كو واجب يهي فرض العين انو كو يهي ماركتي قف والبا ومسلمة وخاصة صوماري دا ماركتي سواء دفك قدها تشوغا او دفك تبدد تشوغا ماركا موحد الليل هي يعني شروط دي جهادك شروط دي جهادك يا قاعدة دي صلبة لما هي يوم انت ايضا الليل هي ومركا هل السوق ومركا محمد الله هي ومضوا أن جهلك هلا قصاره ومضوا أن علمك هلا بره يا مجاهدين تنا طريقي رسولك عليه الصلاة والسلام أي راعين هبكي رسولك عليه الصلاة والسلام أي راعين واحد نقول تري تكلم مكة إله رسول إله سبحانه وتعالى رسولك نمو كل فين إنه ضيالمه مركا رسول كيبان الضيالة من إن فاكت ماركتي هل كان واحد كتشرته شو بهير ما كتشرته مارك يعني مكة سوقة بسؤاش هذا سوقة أخي هنهضله أخي هذا الكي يقول حرمت شفت كيف أخي مركا أخي شو بهير ما كتشرته 13 سنة أمري مو كسو ديق رسولك عليه الصلاة والسلام من الضيالة أرنتم ماها تربية علمي ماها كلية أمري بسوقي رسولك عليه الصلاة والسلام لأنه عملك رسولك عليه الصلاة والسلام وحي بكحرنا مركه هدي إله سبحانه وتعالى وكوامر مكين وكو ضيالمه وكو ضيالمه ضيال كان وحو نقوري قري إلى قري يا مركه محدد الله ذي هدى شروط ذا أهل السوقه مريكين كينا رول كيبو تشوغا شبه دهن أمد خسارة قلي ودل كيبابي وأفويني دين تيسي دحري محدد الله ذي يعني دتك شبه دهن رعسن يوحد كتيرا يعني علمك هلا بره ومركا جهلك هلا قصاره وداتنا لنا قري جوان يسكت دكان ودات قري وانو قادم وانو يمدو شبه هذا يا مريكن كان يونايتد نيشنكا ومركا دمنا مريكن كدولت وسمايو مركا وسارد الرماه الدينتة انه هو سي مادان يا مركا امبرينو او كنا انه على مهدي عيديدي امثال هؤلاء الشياطين هؤلاء إنه كنا اتقوا الله وخافوا الله يا عشر يرنا إنا لقيس يساعد تلزوك تي في إنا لقيس يساعد ومركا ماركتي تقوى يا ماركتا رنتنا الجهاد كان يلا قهر بارك الله فيك متابع لليلة من تبركا بارك الله فيك فسؤال في عن لكن هدي وقت ويقصي موحا في لينا شبهات بدن صار لها وراقه يقين بدن بالله اللابت ويوحا شاقين قاعدة الله نسيه قاعدة دا صار الله نسا مفرد باه قاعدة أنا كور رمي على قاعدة هلها له ما أنت الله فرديه اللي سجابي عيرك كسود دكته وامد دكالة شباب كواحين بدن كم قد كيف يستدلون استدلال كنصوص تلا استدلال وش يقولي إلى يا أبا الكم ريا علماء المسلمين وحول دكان فن الدن أصول الفقه لا إرادة أصول الفقه وح كلام ترى وحو سوكر ديو كلمة شرو وحو كور ما كيف تستدل الآية والحديث سيبادو دليشان كرتا قابك اللو دليشان ايو إذن هدي نصوصتو ميلانا إلهين لو دليشدا ما قابك اللو استدلال ايو وقروح بدنان وايو واردباطة بدنو يلي شرتا وحن مركا لأي ما نوران عيد هلا طريق ما نوران هلا فرست هداد قوري هايسان كاريساكو ما نوران قوري قاقاتور ما نوران عيدها اللي سوديب لكن واحد نقول قرط أدقى الله مستوه كو إياك هادلا أدقى الله مستوه قرط
goorta aad dagaalamayso iyo kaad la dagaalamayso kuu yahay uun qofkaad dilaysee dhimanaya uun garo. Waa mid qaacidadaan tilmaamayaana wuxuu yihi, waxaan leeyahay shacabkan dagaal geliyo ku talagal sidaad u dagaal gelin lahayd ee 10 wiiloo keliya ha dagaal gelin. Shacabkani waa muslimiin, waa inaad isaga dagaal gelisaa u dagaalamaa. Kumalihi shacabku wuxuu wada noqonayaa Abibakar iyo Cumar, ee waxa uuli shacabku munaafiqiin iyo muminiin ba uuleey nooc walibana way ku jirayaan. Laakiin aduu gooni haysu takoorine, waxaad iska dhigtaa dadkan si aad qiyaado ugu noqon lahayd ay dagaal u gelin lahayd. Waa dad muslimiin oo jihaad u suubanay. Laakiin haddaad keligaa gaar isu saarto, shacabkaagiina cidla kaga tagto, haddaad dowladda qabsato ayaad xukumaysaa. Ilaa kan shacabkii suu tafaahum baa idin dhex maray, idinma ogola, kugulama jiro. Yaa diinta lagu xukumayaa? Ma Maraykankaanu soo qabqabanayna odhanayna diintaanu kugu xukumayna kaale? Maana Soomaalidan ahayn kuwan diinta la rabaa? Waa kuma kan aad leedahay adigu aan xukumo, xukunka kuu ogoliye kumaad xukumaysa. Maanu muslim kala ahayn kan aad doonaysa inaad xukunta. Muslimkan waa inaad siisaa qaabka aad u xukumi lahayd ama u ogolaan lahaa in la xukumo ama islaam isku dabaqo. Idan kuuma diidani anigu inaad jihaatanto. Laakiin waxaan ku leeyahay wasaaish iyo duruufta uu baahan yahay in la hubiyo. Kow, dadkan sidaad u jihaad gelin lahaydna inaad falowgeed qabato ee aanad keliga iyo mujtamac kale oo muslimi aydan isu disheen intaanad gaalkaba isgaadhin. Waxaan hubaa maanta gobollo badan oo waddanka Soomaaliyeed ka mid ah inaad ka soo jihaad keegi karin gaalla aanu ka hortaagnayn weliba. Maaha gaal waxa kaa celinaya inaad gaalka dishaa. Maada tafcal? Waxaa lagu yidhi Allaama Sharif Cabdinuur, haddii meel rabaanu ka dagaalanno waa kuwa kaloo muslimiin oo jahali ay kasoo saka maraan oo ay diidaan baa la yidhi inaanu dhex marno gaalkay sahleella ama kuwa lala dagaalamayaanu sahlo, oo ay tala noqoto inaanu qoladan isku gumaadanna iyo iyo inaanu iska noqono maxaanu yeelaabay dhahay. Waa su-aal la weydiiyey shakhaas. Haddii gaalkii qolo kale ku godaadan oo intaanan gaadhinba ka sokaysan lahayo maxaanu yeelaabay dhahday? Wuxuu yidhi dhowr shayba waa la eegayaa. Awalan masaalixdan kuu tilmaamayay waa la eegayaa. Haddii buu fitnada ka imanaysa ay ka badan tahay xukunka dooriso, ama fitnada ka imanaysa muslimka la laynaya ka sokeeya hadduu ka badan yahay buu ma banaana. Idan fatawida shabaabka anugu ma qaato, ee fatawida ciddii ahlu ah ay fatwooto ee saaxada joogta ee og waxa ka jira ayuun baan leeyahay hala qaato. Anigu kumana fatwoona, kuma odhan jooji iyo daatoona, ee wuxuun baan ku yidhin dowlad islaameed qaaciidun bay u baahan tahay anigu sheegay. Mid kaloo aan sheegay dagaal yaan la gelina kuma odhan, galla kuma odhan. Laakiin waxaan ku yidhi haddaad masale diiniya fatwo u rabtana darafka aad ku nooshiyo waxaaga inta si fiican u sharaxdo weydii cidda u helkaa. Laakiin wuxuun baan kuu sheegay dowladii inaanay dhismin qaacido la'aanteed, ama qabso ama lugeeriyado. Wallahu aclam.